أفاد مراسل العربي بمقتل 7 أشخاص بينهم طفل في قصف صاروخي روسي على مدينة ليفيف غربي أوكرانيا. في أثناء ذلك قالت وزارة الدفاع الأوكرانية إن لديها مؤشرات على بداية الهجوم الروسي على لوغانسك ودونيتسك. وفي ماريوبول جنوبي البلاد قال مستشار عمدة المدينة أن أعداد القتلى المدنيين في ازدياد. لا يبدو أن الحرب الروسية على أوكرانيا ستضع أوزارها قريبا، ففي كل يوم تتكشف مأساة جديدة لهذه الحرب. آخر المدن المستهدفة من القوات الروسية مدينة لفيف غربي البلاد. تعرضت المدينة التي كانت حتى الآن بمنأى عن القتال لخمس ضربات صاروخية روسية بحسب رئيس بلدية المدينة. أسفرت الضربات عن مقتل وإصابة عشرات، وألحقت أضرارا بالغة ببنى تحتية عسكرية على ما أعلن الحاكم الإقليمي. في دينيبرو الأوكرانية أكدت الإدارة العسكرية وقوع هجوم صاروخي روسي دمر البنية التحتية للسكك الحديدية في المدينة. وقالت الإدارة العسكرية في لوغانس الأوكرانية إن مدينة كريمينا سقطت بيد القوات الروسية وعمليات الإجلاء لم تعد ممكنة، وهي أنباء أكدتها القوات الروسية، إذ نقلت وكالة تاس للأنباء عن وزارة الدفاع أنها دمرت 4 مستودعات للأسلحة والمعدات العسكرية بصواريخ اسكندر. ونقلت تاس عن الوزارة أن القوات الروسية قصفت خلال الليل 315 هدفا في أوكرانيا. وأعلنت وزارة الدفاع الروسية أنها دمرت 16 منشأة عسكرية أوكرانية باستخدام صواريخ وصفتها بعالية الدقة، كما دمرت 4 مستودعات للأسلحة والمعدات العسكرية بقصف صاروخي في بوسينيا ويامبول وكراماتورسك. يأتي هذا في وقت أعلنت فيه نائبة الرئيس الأوكراني إيرينا فيريشوك وقف عمليات إجلاء المدنيين من المدن والبلدات الواقعة على خط المواجهة شرقي البلاد، متهمة القوات الروسية بإغلاق الممرات الإنسانية بل وقصفها. ورغم القصف الروسي على مدينتهم وتخومها، يتعايش الناس في مدينة دنيبرو مع الحرب. عادت المتاجر والمطاعم للعمل في منطقة تقع بين جبهتين مشتعلتين، جبهة زاباروجيا في الجنوب وجبهة إقليم دونياتسك في الشرق. تقرير صبر أيوب. رغم القصف الروسي المستمر على مدينتهم وعلى تخومها، يتعايش سكان دنيبرو مع الحرب، حيث بدأت الحياة تعود تدريجيا إلى شوارعها وإلى ساحاتها وميادينها. فتحت المحلات التجارية، فتحت أبوابها، المقاهي، المطاعم أيضا، وذلك بعد أسابيع من التكيف مع هذه الحرب، رغم أن هذه المنطقة تقع على جبهتين تشتعل فيهما المعارك. على الجبهة الجنوبية حيث تتواجه القوات الروسية مع الجيش الأوكراني في زاباروجيا، وكذلك على الحدود الإدارية لإقليم دونيتسك الذي تريد القوات الروسية السيطرة عليه بأي ثمن، في انتظار معركة الشرق الكبيرة التي يبدو أنها ستحسم هذه الحرب وتنهيها، إذ تريد القوات الروسية السيطرة تماما على دونباس الذي تعتبره أرضا للقومية الروسية، ومن أجله بدأت هذه الحرب في حقيقة الأمر. مدينة دنيبرو نزح إليها الآلاف من سكان دونباس وكذلك من خاركيف، وفي وقت سابق حتى الجامعات نزحت إلى هنا عندما اندلعت حرب الانفصال في عام 2014. جامعات كثيرة من إقليم دونيتسك وأيضا من لوغانسك رحلت إلى هذه المدينة التي كان بها عدد كبير من الطلبة الأجانب، ومن بينهم العرب. جالية عربية مهمة كانت تقطن هذه المدينة الآن باتت خالية منهم، خاصة وأنهم رحلوا في الأيام الأولى للحرب. كنت هنا في الأسبوع الثاني من الحرب، كانوا يرحلون كما يرحل أهل هذه المدينة. والجالية العربية أيضا باعتبارهم كانوا خائفين من الحرب رحلوا، والآن مع ذلك بقي هذا المطعم الدمشقي مفتوحا في هذه المدينة. صبر أيوب،
العربي، مدينة دنيبرو. قال الرئيس الأوكراني فولودومير زيلينسكي إن على العالم الاستعداد لاستخدام روسيا السلاح النووي، وقال إن ورقة الضغط الوحيدة هي الضغط على الاقتصاد الروسي، لذا يجب إجبار موسكو على توقيع معاهدات بعدم استخدام الأسلحة النووية. العالم لا يحتاج إلى الانتظار حتى تستخدم روسيا الأسلحة النووية، فهم لا يمكن الوثوق بهم. يجب التحدث مع الروس لإجبارهم على توقيع معاهدات كورقة ضغط على اقتصادهم، لأن الروس يمكنهم استخدام أي سلاح. أنا متأكد من هذا إذا لم يتم الضغط عليهم، وفي هذه الحالة علينا أن نجهز الملاجئ والقنابل. يعود معنا صابر أيوب من دنيبرو، كما ينضم إلينا أيضا من أوديسا محمد شبارو، من موسكو محمد حسن، وأيضا من نيويورك عبد الله إيماسي. أهلا بكم صابر. آخر التطورات الميدانية، قصف على ليفيف واستعداد على ما يبدو مستمر للمعركة شرقية البلاد، ما الجديد لديك صابر هناك؟ فعلا جمال، قصف لفيف او قصف مواقع في لفيف هو استعداد لهذه المعركة في حد ذاتها، باعتبار ان القوات الروسية تقول انها استهدفت مركزا لتجميع السلاح قرب السكك الحديدية وقرب خط السكك الحديدية في مدينة لفيف. وكذلك هنا في دنيبرو نفس الشيء وقع ليلة او فجر اليوم، عندما لجأت القوات الروسية الى قصف منشأة للسكك الحديدية في بلدة بافلو غراد غير بعيد من هنا. هذه السكة أو هذا الخط مرتبط مباشرة بدونباس، حيث يتوقع أن تبدأ المعركة الكبيرة، معركة الحسم التي من أجلها بدأت هذه الحرب، مع أن رئيس مجلس الدفاع والأمن القومي في أوكرانيا قبل قليل كان قد صرح بأن هذه المعركة بدأت اليوم فعلا بسيطرة القوات الروسية اليوم في هجوم كاسح على بلدة كريمينية. بلدة كريمينية مهمة جدا في الطريق في لوغانسك، في الطريق إلى مدينة سيفرودونيتسك، آخر مدينة كبيرة ما زالت واقعة تحت سيطرة الجيش الأوكراني في هذا الإقليم، في إقليم لوغانسك الذي تريده القوات الروسية. وبالتالي باتت على بعد 30 كيلومتر فقط من خط تقاطع الخطوط السككية التي تربط كامل إقليم دونباس ببقية أوكرانيا، وكذلك في الجهة الأخرى كما هو معروف متصل مباشرة بالأراضي الروسية، مما يسهل على القوات الروسية نقل مزيد من المعدات في الجهة الأخرى على الحدود. كذلك هنالك تجمع كبير للقوات الروسية في إقليم دونباس، وعلى الجهة الأخرى أيضا في روستوف، وكذلك في شبه جزيرة القرم التي باتت مربوطة بإقليم أو دونباس، باعتبار أن القوات الروسية تسيطر هنا في الجنوب، جنوب مدينة دنيبرو، على زاباروجيا، تسيطر على خيرسون وماريوبول، وبالتالي الامتداد بات مفتوحا، الامتداد البري إلى غاية شبه جزيرة القرم التي تستقدم منها القوات الروسية المعدات والجنود استعدادا لهذه المعركة الكبيرة. ونذهب إلى محمد شبارو بالفعل في أوديسا، ونتابع معك محمد آخر تطورات الميدانية أيضا هناك. جمال، تبدو مدينة أوديسا أقرب إلى الواقع الذي تعيشه دنيبرو، كما شاهدنا منذ قليل في تقرير الزميل صابر. المدينة تبدو هادئة نسبيا على الرغم من خطر القصف المتكرر، وهذا ما تركز عليه الجبهة الجنوبية في الجيش الأوكراني، تكرر التحذيرات إما من احتمال قصف المدينة أو من مجموعات تصفها بأنها مجموعات تخريبية مقربة من روسيا. ولكن تدريجيا الحياة بدأت تعود بقوة إلى هذه المدينة. قابلنا اليوم بعض السكان الذين عادوا بالفعل وكانوا غادروا هذه المدينة منذ بداية الحرب، ولكنهم عادوا الآن خصوصا بعد التطمينات، إنجاز التعبير، لهيئة الأركان المتكررة لجهة جهوزية المدينة للدفاع عن نفسها، وأيضا نسبيا بسبب بعد الجبهة في ميكولاييف، وحتى بسبب
قدرة ميكولايف حتى الساعة على إفشال أي مخطط روسي للسيطرة عليها. الجبهة على طول منطقة خرسون بحسب تقديرات هيئة الأركان تقدر بأن الجيش الروسي يحاول تثبيت سيطرته على مقاطعة خرسون عبر بناء الخنادق أو تحسين طول هذه الجبهة. أغلب المقاطعة تم السيطرة عليها باستثناء بعض الجيوب الصغيرة على أطرافها وخصوصا أولكسندريفكا التي تجري بين الفترة والأخرى معارك كبيرة حول هذه المقاطعة، فيما تأمل روسيا إجراء استفتاء في هذه المنطقة. القوات الأوكرانية تحاول الضغط على أكثر من جبهة في محاولة لتحرير بعض البلدات في هذه المقاطعة. جمال محمد حسن من موسكو، نتابع معك الموقف الروسي أيضا في ظل هذه الاستعدادات للقوات الروسية في إقليم دونباس، وأيضا إن كانت هناك ردود فعل عن الاتهامات التي وجهها زيلينسكي لموسكو باستعدادها لاستخدام السلاح النووي. نعم، فيما يخص أو المستجدات في الاتجاه العسكري، ربما لا توجد تلك المستجدات التي تغير المشهد عسكريا بشكل عام. هناك نشرة لوزارة الدفاع تتحدث يوميا بالأرقام عن ضرب عدد من المنشآت العسكرية، عن إسقاط عدد من الطائرات وما إلى ذلك. فعلا هناك حشد كبير في المنطقة الشرقية واستعداد للسيطرة على كامل أراضي مقاطعتي لوغانسك ودونيتسك بعدما قامت الدفاع الروسية بإنهاء المرحلة الأولى التي كان هدفها ضرب البنية العسكرية التحتية للقوات الأوكرانية أو ضرب القدرات العسكرية إجمالا بضرب الدفاعات الجوية، مخازن الوقود، مصانع الدفاع وتشتيت القوة العسكرية الأوكرانية من لفيف إلى خاركوف شمالا إلى أوديسا وخرسون جنوبا، والآن التركيز الروسي العسكري في الجبهة الشرقية. فيما يخص رد الفعل على اتهامات الرئيس الأوكراني زيلينسكي لنية موسكو باستخدام السلاح النووي، لا يوجد أي رد فعل. موسكو تنظر إلى الرئيس الأوكراني زيلينسكي على أنه الرجل الذي يكرر إملاءات واشنطن. زيلينسكي هو الممثل المسرحي أو السينمائي الذي دخل معترك السياسة في 2019 وفاز بمنصب الرئاسة منذ 3 سنوات. هو الشخص الذي يكرر ما تريده واشنطن حسب موسكو. لذلك هذه التصريحات التي تصدر من زيلينسكي تحديدا نادرا ما تلقى ردود فعل، حتى أن التصريحات التي تصدر من رئيس الوفد المفاوض الأوكراني غالبا ما يكون عليها رد فعل أكثر من التصريحات التي يتقدم بها الرئيس الأوكراني. عبدالله إماسي من أوكرانيا، ضعنا في تفاصيل الموقف الأممي. أيضا كنت سألت عبدالله منسق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية مارتن جريفيث عن أعداد القتلى في شرق أوكرانيا، ماذا في التفاصيل عبدالله؟ في التفاصيل كانت هناك إحاطة جمال لوكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية حول الوضع الإنساني في أوكرانيا. مارتن جريفيث أقر بفشله في المهمة التي أوكلت إليه قبل أيام عندما كلفه الأمين العام أنطونيو غوتيريش باستكشاف مدى وجود إمكانية توصل الروس روسيا وأوكرانيا اتفاق وقف إطلاق النار لأغراض إنسانية. جريفيث قال إن زيارته الأخيرة إلى موسكو لم تؤتي أكلها، وقال إن الروس بدوا غير مهتمين بالدخول في هدنة إنسانية، أو بعبارة أصح بدت روسيا غير ترى أن ليس من أولوياتها الآن الدخول في هدنة إنسانية، على عكس السلطات الأوكرانية التي قال جريفيث إنها استجابت لجميع المطالب ورحبت بالمقترح. ولكن مارتن جريفيث رغم هذا الإقرار الضمني بالفشل لكنه لم ييأس عندما قال إن هناك إمكانية الوصول إلى وقف لإطلاق النار لأسباب إنسانية في غضون الأسبوعين المقبلين، معتبرا أن جهوده في هذا الاتجاه ستقوده إلى
تركيا من أجل لقاء السلطات التركية، الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بهذا الخصوص، عند وقال في هذا السياق مارتن غريفيث إن تركيا تبدو الأقرب، البلد الأقرب لتكون وسيط بين روسيا وأوكرانيا بشأن الوضع الإنساني في البلاد. عبد الله يماسي من نيويورك، محمد حسن من موسكو، محمد شبارو من أوديسا، وصابر أيوب من دنيبرو، شكرا جزيلا لكم.